اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، وجه دلوقتي ميعاد فقره الطقس. هيئه الارصاد الجويه بتتوقع انه النهارده الطقس هيكون شديد الحراره رطب على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وهيكون حر رطب على السواحل الشماليه. اما بالليل فالجو هيكون معتدل رطب على كل الانحاء، ولسه في ارتفاع في نسب الرطوبه الصبح، وده هيزود الاحساس بحراره الطقس عن المتوقع بحوالي درجتين لثلاث درجات. دلوقتي مشاهدينا خلونا نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه، والبدايه كالعاده هتكون من القاهره. بتسجل العظمى في القاهره 36 والصغرى بتسجل 24، الاسكندريه العظمى 30 والصغرى بتسجل 24، مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 22، سيوة العظمى 36 والصغرى بتسجل 22، بورسعيد العظمى 32 والصغرى بتسجل 25، دمياط العظمى كمان 32 والصغرى كمان بتسجل 25، الإسماعيلية العظمى 37 والصغرى بتسجل 25، السويس العظمى 37 والصغرى كمان بتسجل 25. هنروح للعريش العظمى فيها 32 والصغرى 24، سانت كاترين العظمى 35 والصغرى بتسجل 19، طابة العظمى 36 والصغرى 25، شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى بتسجل 29، الغردقة العظمى 38 والصغرى 28، الفيوم العظمى 37 والصغرى 24، بني سويف العظمى 37 والصغرى بتسجل 25، المنيا العظمى 38 والصغرى بتسجل 25. هنروح لأسيوط العظمى فيها 38 والصغرى كمان 25، سوهاج العظمى 38 والصغرى بتسجل 25، قنا العظمى 39 والصغرى 26، الأقصر العظمى 40 والصغرى 27، أسوان العظمى 41 والصغرى بتسجل 28، الوادي الجديد العظمى 39 والصغرى 26، شلاتين العظمى 37 والصغرى بتسجل 26، وأخيرا حلايب العظمى 35 والصغرى بتسجل 27. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لمصطفى وجمعان عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم.